عينيا. شكرا سيادة الرئيس. هي عايز اتكلم في موضوعات جديدة، وهي العلاقة ما بين رؤى المستقبل اللي مصر رسمتها 2030 مع الخطة. احنا رسمنا رؤى جديدة وعندنا خطة سنوية، نفسي اعرف احنا فين بالنسبة لهذه الرؤى في مستهل حديثنا على الخطة الجديدة. الموضوع الثاني اللي نفسي برضو اسمعه وكان الخطة تتكلم عنه هو ما يتعلق بالمؤشرات التنافسية العالمية اللي احنا بنقيم على اساسها قدام العالم، المرآة الحقيقية اللي بتعكس كل النشاط وكل التقدم اللي حصل اللي بينقلنا من مرحلة الى اخرى. كنت عاوز اعرف الخطة اللي هنستكمل بيها تقييم هذه المؤشرات عشان تودينا على فين بعد كده كل سنة. نفسي اعرف احنا امتى هنكون في المصاف. احنا عندنا خطة ان احنا نبقى من اقوى اقتصادات العالم 2030، ازاي احنا هنوصل لدي؟ موضوع التاني هو ما يتعلق بالاستثمارات. الاستثمارات الحقيقة لما نبص خطة السنة اللي فاتت استثمارات القطاع الخاص تمثل 25% من اجمالي الاستثمارات، والحقيقة ده مؤشر مش حلو، ده مؤشر خطر، وكله عبء على الدولة. لما نتكلم على 935 مليار اللي عملتها الدولة كلها استثمارات عامة، تصدر فيها قطاع البترول 74% منها وده حكومي، لكن انا بتكلم على النهارده عن شتة القطاع الخاص. القطاع الخاص امتى هيجري وامتى هجيبه؟ ده محتاج سياسات اخرى، وخصوصا بعد جائحة كورونا. جائحة كورونا النهارده بتخاطب العالم بنهج جديد، سلاسل القيمة بتتغير من مكان لمكان، اوروبا بقت ليها سياسة جديدة، الشرق الاقصى ليه سياسة جديدة، احنا فين من هذه السياسات؟ انا الحقيقة في عناوين تسويقية اتمنى ان الموازنه دايما تتكلم عنها بلغه العصر فيما يتعلق بالثوره الصناعيه الرابعه. احنا هنقدم نفسنا ازاي للعالم الفتره اللي جايه؟ احنا محتاجين رؤوس الاموال اللي تيجي نشجعها. ده محتاج حزمه تسويقيه جديد، محتاج فكر جديد لتسويق مصر. كل ما يتعلق النهارده بالانجازات محتاجه الى برامج للتسويق العالمي لمصر وموازنه لهذا التسويق العالمي لمصر عشان نكون في اعين الناس، وخطط لاستقطاب هذه الرؤوس الاموال المتعدده. في موضوع طبعا يمكن ما حدش يتكلم فيه وهي ما يتعلق بالقوى الناعمه. القوى الناعمه النهارده دي قوه مؤثره جدا وليها قيمه مضافه عاليه لما نحب استخدامها. ده محتاجه الى خطه ومحتاجه الى موازنه ومحتاجه الى فكر جديد. الحقيقة الموازنة في صورتها صورة مشرفة للإنجاز اللي تم، وبيدل على يعني انتشار العمل كله في ربوع مصر، ويبقى عندنا عملية تقييم المحافظين والتنافسيات بين المحافظات مؤشر مهم جدا. أنا بقيم المحافظة على أي أساس؟ مش فيه إنتاج بيحصل، مش فيه قيمة مضافة بتتم، مش فيه دخل الفرد في المحافظة بتتم، مش فيه استثمارات بتتم. أنا نفسي يكون فيه مقارنات بين المحافظين مع بعض على أساس التقييم اللي بيتم للمحافظ حتى نشوف أعظم أعمال تمت في قضايا التخصص الإنتاجي والإبداع الصناعي والإبداع الزراعي والاكتفاء الذاتي، كلها موضوعات حيوية يجب أن تكون لها مؤشرات تقييم. وشكرا سيادة الرئيس.